سبحي مع داود. رددي ورا كلامه بأعلى صوت، يا جبال سبحي مع داود. رددي ورا كلامه بأعلى صوت، وداود هزم جالوت وورث سليمان داود. وداود هزم جالوت وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. لعرب وقال اديني ملكي ما يورثهوش حد بعدي، دعا بيقين علشان حكيم وقال يا رب لبي لي طلبي. لعرفه وقال اديني ملكي ما يورثهوش حد بعدي، دعا بيقين علشان حكيم وقال يا رب لبي لي طلبي. ولقد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. خرج داود من القرية
واتجه بعيدا عن طالوت وبطانته التي حرضته على داود عليه السلام. ولكن ما حدث كان متوقعا، فلقد اتجهت بنو إسرائيل إلى داود وترك الطالوت يلاقي الهزيمة تلو الأخرى. وهرب داود من الغل والحقد، وانتهى إلى مكان يأمن فيه على نفسه. ما الذي فعله داود ولدي لكي يخرج من البلدة؟ لقد قدم نفسه فداء لبني إسرائيل، وساند طالوت وثبت ملكه. يا يسى لا تقلق، فكلنا بقلوبنا مع داود، وسنكون من جنوده وسننحاز إلى الحق أينما كان. أهذا هو الجزاء يا طالوت؟ أهذا هو الجزاء؟ وما يدريك يا يسى، لعل الله قد ادخر عنده لداود ملكا كبيرا، فاصبر واحتسب. ما الذي فعله داود كي يخرج هاربا من ظلم أبي؟ لقد حارب وانتصر وحقق ما لم يحققه أحد من قبل. لا تبكي يا ميكال، فالله قادر على تغيير كل هذا وعودة داود لوطنه. حدثه ظلم كبير، فهكذا الملوك يأبون أن يخسروا أي قطعة من ملكهم. يا ابنتي، أنا أثق أن داود سينتصر في نهاية الأمر، حتى وإن كان النصر على زوجي، ولكنها الحقيقة. لماذا فعل أبي كل هذا؟ لماذا؟ وكان نبي الله شمويل قد تغير على طالوت واختلف معه بعدما فعل ما فعله مع نبي الله داود عليه السلام. وقد أخبر شمويل داود بأنه الملك المنتظر
على عرش بني إسرائيل نعلن انضمامنا لداود وخروجنا على طالوت. سنبايع داود ونشد عضده. هيا يا رجال هيا. لم نعهد على داود سوى الخلق الحسن والشجاعة النادرة والبطولة في القتال. فلماذا أخرجتموه من القرية؟ ولماذا يعيش وحده هاربا؟ سنقاتل مع داود ونبني جيشا تخضع له بنو إسرائيل مهما كلفنا الأمر. وتوالت الهزائم على طالوت وجيوشه وبنيه، وفر من فر وبقي من بقي، وبدأ انهيار دولة بني إسرائيل بعد أن تركهم داود. ماذا جرى؟ ملكك يضيع، عزك ينقلب ذلا وعارا. ماذا جرى لك يا طالوت؟ داود، إنه داود. ذهب عني وذهب معه الفتح والنصر المبين. كان بركة وسنة، كان درعا وسيفا. داود داود. مولاي، أنباء غير سارة يا مولاي. تكلم تكلم يا وزير. جيوش كثيرة طمعت في بني إسرائيل تريد قتالنا. وما الجديد؟ فبعد أن تركنا داود طمعت فينا الذئاب والسباع وحاصرونا من كل اتجاه. هل لديك حل يا وزير؟ تكلم يا رجل، هل لديك حل؟ حالة الجيش في انهيار مستمر، والجنود تنضم إلى داود يا مولاي. إذن فانتظر الموت يا أغبى وزير، انتظر الموت. ماذا جرى لك يا طالوت؟ داود، إنه داود. ومات طالوت حزينا بعد أن ندم على ما فعله بداود. بعد موت الملك طالوت وقد صعد داود إلى مدينة حبرون، طالوت كان من سبط بنيامين، تولى الملك على بني إسرائيل وهزم الفلسطينيين ومات مهزوما يائسا بعد أن ضاع ملكه وقتل أبناؤه وأصبح ذليلا في قومه.
وهذا خطاب من الله تعالى مع داود، والمراد هو الأمر بالعدل واتباع الحق المنزل من الله تعالى. إن ما يفعله داود من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد. فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منا. ورغم كل هذا فداود النبي لا يكف عن مناجاة ربه. وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام. وظل داود يعبد ربه، فكان إذا قرأ في الزبور، وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام، كانت الطيور تسبح مع داود والجبال تسبح معه من شدة التأثر بجمال صوته، حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة. ولقد له الحديد. وقوله تعالى أوبي، أي رجعي معه التسبيح. وكانت الجبال تطيع داود إذا أمرها بالتسبيح. إن أفضل الصيام هو صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما، ويكثر من قيام الليل والتعبد لله تعالى في جوف الليل، يسبح ويحمد ويستغفر. إن داود من أعبد الناس وأخلصهم لله، وعلى يديه جاء الرخاء لبني إسرائيل حتى أهل بيته. رددي ورا كلامه بأعلى صوت، يا جبال سبحي مع داود. رددي ورا كلامه بأعلى صوت، وداود هزم جالوت وورث سليمان داود، وداود هزم جالوت وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. لعرب وقال اديني ملكي ما يورثهوش حد بعدي، لعب يقين علشان حكيم وقال يا رب لبي لي طلبي. لعرب وقال اديني ملكي ما يورثهوش حد بعدي، لعب يقين علشان حكيم وقال يا ربي لبي لي طلبي. ملك سليمان
علموا لغة الطير كل الهدهد شاف وحكى ملكة عظيمة في ملك عظيم كانت سجدة لغير الله رب وحباب علموا لغة الطير كل الهدهد شاف وحكى أسلمت معاه ملك سليمان.